أهلا بكم. بعد أيام من الدبلوماسية الرفيعة التي شهدت توقيع اتفاقيات وتفاهمات جديدة، اختتم السوداني زيارته إلى مصر وتونس ليعود إلى بغداد محملا بآمال وطموحات تسعى لتوسيع آفاق التعاون العربي في مرحلة حساسة. وللملف الاقتصادي كان الدور الأكبر، خصوصا في ظل سعي الحكومة العراقية لاستقطاب كبرى الشركات العالمية والعربية للاستثمار في قطاعات مختلفة، أبرزها مشاريع إعمار البنى التحتية والخدمات. هذه الزيارة تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية متشابكة تطرح تساؤلات عميقة حول قدرة الدول العربية على تحويل هذه الشراكات إلى واقع ملموس ينعكس على شعوبها. فمع عودته يطرح السؤال، هل ستثمر هذه الجهود في إحداث تغيير جوهري في مسار العلاقات العراقية العربية؟ كل هذا وأكثر سنعرفه في حصاد الليلة. أهلا بكم. مدينة العلمين كانت محطة هبوط طائرة رئيس الوزراء ووفده المرافق، محملا بجعبته الكثير من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وعلى رأسها وقف اطلاق النار في غزة وبذل الجهود في مساعدة الشعب الفلسطيني، فضلا عن سعي العراق من خلال تلك اللقاءات إلى جذب الشركات المصرية والمستثمرين للمساهمة في عملية البناء والإعمار. الحقيقة احنا يعني نتمنى هاي الزيارات تكون مو بس لمصر، لكل الدول العربية، حتى تنعاد اللحمة العربية او الوحدة العربية. من خلالها راح نقدر نقوي الشعب العربي بشكل عام. فهي كان من ابرز متطلباتها وقف الاطلاق النار في غزة، واللي هو هذا الطموح كل انسان عربي شريف، لان هذا هم اخوان احنا بغزة، مو بس احنا عراقيين، هم اخواننا. ثاني شيء، الشغلة الثانية كان مطالب بها بالاستثمار في العراق، هو كل شيء يطمح للاستثمار بالعراق. من مصر الى تونس يتوجه السوداني بدعوة رسمية لأول مرة منذ 3 عقود، وتأتي هذه الزيارة لتقوية جذور العلاقات بين البلدين، إضافة إلى توقيع 20 مذكرة تفاهم والتطلع على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتأكيد على إلغاء تأشيرة السفر بين الجانبين. طبعا بعد 21 سنة من الفراغ الدبلوماسي بين العراق وتونس الشقيقة، لبى السيد رئيس الوزراء الدكتور محمد شاع السوداني دعوة الرئيس التونسي لزيارة تونس. طبعا هاي الزيارة أكيد بها كثير من الفوائد بعد هاي المدة الطويلة، اللي منها إبرام بعض الاتفاقيات الاقتصادية المهمة بين البلدين، إضافة إلى تطوير العلاقات الجامدة بين البلدين خلال هاي الفترة اللي ما بعد التغيير. جولة ثنائية يخوضها السوداني تشمل تفعيل الاتفاقات في مجالات شتى، أبرزها الاقتصاد والتبادل الثقافي والتعليمي. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. ملفنا الأول سيكون حول زيارة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني إلى مصر وتونس. أرحب بضيوفي في الاستوديو استاذ العلوم السياسيه في جامعه بغداد الدكتور طارق الزبيدي، مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بجنابكم الكرام. اهلا بحضرتك. وايضا من تونس عبر سكايب الباحث والاكاديمي الدكتور فوزي العلوي، مرحبا بحضرتك دكتور. اهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات. اهلا بجنابك دكتور طارق. ابدا مع حضرتك، شلون تقيمون ابعاد هذه الزياره الاستراتيجيه خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، أبعاد هذه الزيارة وأيضا تأثيرها في هذا التوقيت على ما يجري في غزة؟ تفضل. أهلا وسهلا بحضرتك سيد محمد والمشاهدون الكرام وكذلك الضيف الكريم. في الحقيقة هذه الزيارة هي ليست الأولى من نوعها، وكذلك أن هناك كانت تفاهمات سابقة بين العراق ومصر والأردن. نعم. ونتذكر جيدا كان هناك قمة في القاهرة عام 2019، وكذلك كان قمة في عمان 2020، وكذلك الحال كانت قمة في بغداد 2021 عندما حضر السيسي وحضر الملك عبدالله، وكان هناك أيضا تفاهمات وهناك مذكرات تفاهم، وتشكل في عام 2021 تقريبا 8 لجان اقتصاد استثمار صناعة إلى آخره.
بمعنى أن هذه الزيارة هي استكمال لتفاهمات سابقة. أعتقد أنها زيارة مهمة باعتبار توطيد العلاقات العراقية العربية مسألة في غاية الأهمية، لا سيما بعد القطيعة التي حدثت ما بين العرب والعراق ما بعد 2003. ولكن يفترض ألا نعول كثيرا ونبالغ بإيجابيات هكذا زيارات لأسباب تتعلق بكون أن هذه الزيارات هي فيها جانب بروتوكولي. نعم. وهي ليست أول الزيارات ولا هي آخر الزيارات. أتوقع بالمستقبل سوف تكون هناك زيارات متبادلة، وأعتقد أن هناك دول أخرى. القمم والزيارات السابقة الثلاثية اللي حصلت هل أتت بنتائج إيجابية على أرض الواقع؟ في الحقيقة هي عملية توطين العلاقات لا يمكن لها أن تكون بزيارة واحدة أو بتفاهم أو مذكرة تفاهم واحدة. عملية توطين العلاقات تحتاج إلى وقت، خلاف عملية قطع العلاقات ممكن بإساءة بسيطة بكلمة واحدة ممكن يكون هناك قطع للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. ولذلك أعتقد أن توطين العلاقات تحتاج وقت، وهذه الزيارة هي استكمال لتفاهمات سابقة. وبالرغم من نقول عدم التفاؤل الكبير ويعني التعويل المبالغ به على نتائج هذه الزيارة، ولكن هي زيارة مهمة. نقول مهمة لماذا؟ لأن هذه الزيارة في وقت مهم باعتبار أن القاهرة قطر لديها مشروع لغرض إيجاد نوع من التفاهمات ووقف إطلاق النار في غزة. نعم. وعملية تبادل المحتجزين إلى آخره. عملية إشراك العراق ووجود رأي عام ضاغط لا سيما رأي إقليمي وعملية الاتفاق في إطار يعني الجهود الكبيرة الرامية لوقف إطلاق النار في غزة مسألة في غاية الأهمية. فضلا عن ذلك أعتقد أن هذه الزيارة تختلف عن الزيارات السابقة باعتبار فيما سبق كانت في إطار هذه العلاقات دائما ما تكون الرغبة هي رغبة عراقية، ولكن الملاحظ أن هذه الزيارة الأخيرة نجدها أنها رغبة عربية أكثر من كونها عراقية. والدليل الزيارة إلى مصر هي جاءت بدعوة من قبل السيسي. نعم. والزيارة إلى تونس جاءت بدعوة من قبل السيد قيس بن سعيد. هذا يدل على شيء، يدل على أن هناك مشتركات أصبحت بين العراق والدول العربية. فضلا عن ذلك الدول سواء كان مصر أو تونس، هذه المشتركات يمكن من أبرزها أيضا الاقتصاد، حيث كان ملف الاقتصاد من أبرز الأمور اللي طرحت. السيد السوداني جلس مع كبار رؤساء الشركات المصرية وتحدث بمعزل عن موضوع اللقاء مع نعم. الرئيس. هذا كيف ينعكس اليوم نتحدث عن ربما إعمار وبناء بنى تحتية في العراق مقابل النفط مع الجانب المصري؟ إذن نتحدث عن أهمية كبيرة في مجال الاقتصاد. نعم، فيما يتعلق الجانب الاقتصادي فعلا هناك أهمية كبيرة باعتبار أن عملية حتى دلالات الزيارة في مدينة العلمين هي واحدة من دلالاتها أن مصر تحاول أن تقول للعراق أن هذه المدن الجديدة واضحة والإعمار واضح، بالإمكان أن الشركات التي عملت في العلمين في منطقة العلمين أن تساهم وتشارك في الإعمار الموجود في العراق. كذلك الحال البوادر حسن النية من قبل تونس عندما رفعت التأشيرة عن العراقيين. نعم. هذا في حد ذاته يدل على أن هناك رغبة تونسية لتوطين العلاقات مع العراق. تونس ومصر والدول كثير من الدول العربية أدركت جيدا أن الاقتصاد العراقي اقتصاد واعد، والمستقبل العراق في الجانب الاقتصادي له ثقل كبير وواضح. إضافة إلى ذلك العراق تحول من مرحلة الأمن واستتباب الأمن إلى مرحلة الاقتصاد، والدليل على ذلك أنه في الآونة الأخيرة لدينا مشاريع كبيرة وهناك مشاريع استراتيجية تتمنى الدول الأخرى أن تشترك فيها، لا سيما طريق التنمية وغيره. جيد. دكتور فوزي العلوي، أجدد الترحيب بحضرتك وأسألك شنو تقييمك لأهمية هذه الزيارة؟ نتحدث عن زيارة الرئيس العراقي إلى مصر وأيضا عن تونس، وكونها يعني الزيارة الأولى لرئيس وزراء عراقي ما بعد عام 2003 إلى الآن. تفضل. شكرا. أكيد كل نسعى لدعم العلاقات البينية بين الأصدقاء العرب مشرقا ومغربا فإننا نرحب به وندعمه ونعتبره اتجاه في الطريق الصحيح، لا سيما وأنه قد تم العمل لسنوات طويلة وضمن مؤامرات عديدة لضرب دور العراق المركزي في المنطقة وعبر خلق فتن متحركة هنا وهناك، وتضرر العراق من النظام الرسمي العربي، كان ضحية هذه المؤامرات التي سلطت على العراق الحبيب لوأدي دوره الحضاري، ولكون هذا الدور كان يمثل ولا زال يمثل وسيظل يمثل
فرصة كبيرة لأي نهضة عربية قادرة على إقامة الحق والعدل والسلم الكامل والصحيح. لذا فإن هذه الخطوة نحن ننزلها في إطار نفض العراق عن نفسه غبار ما حيك ضده من مؤامرات ومن حصار ومن غيره من المظالم التي سلطت عليه، وأن العراق في الفترة التي سبقت هو أصلح حال العرب، هو الذي دافع عن النخوة العربية. ولولا العراق ولولا فتوى الجهاد التي أعلنها سماحة الإمام السيستاني والتصدي لهذه المؤامرة، ليست مؤامرة على العراق وعلى وحدة العراق وأرض العراق وشعب العراق، هي مؤامرة على الهوية العربية والهوية الإسلامية، وهي فسح المجال للتوحش وللأنظمة الوظيفية. إذن شكرا للعراق وشكرا للرئيس السوداني على هذه المبادرة التي هي مبادرة ليست من فراغ، بل في إطار أن يستعيد العراق دوره الحضاري كاملا في المنطقة وأن يكون صاحب المبادرة فيها. وهنا تتنزل هذه الزيارة إلى كل من مصر وتونس. صحيح أن زيارة إلى مصر هي في إطار ما تفضل به ضيفك الكريم، تندرج في إطار العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وأن المستفيد الأكبر منها ليس العراق بل الأردن بالدرجة الأولى ومصر بالدرجة الثانية، وأن الأوان للعراق أن يقيم علاقات عدالية اقتصادية متوازنة على مرجعية رابح رابح، بعيدا عن كل محاولات استنزاف العراق. لذلك تمثل خطوتها إلى تونس هي خطوة رائدة من شأنها أن تصلح العلاقات المتعثرة أصلا بين البلدين الشقيقين، وتعيد الروح لهذه العلاقة الحيوية التاريخية الرسمية والشعبية معا. وجاءت في سياق يليق بها بدعوة رسمية من فخامة الرئيس قيس سعيد. وهنا نريد أن ننوه إلى أن لهذه الزيارة صحيح عنوان اقتصادي أكيد، لكن هناك أيضا واجهة وخلفية سياسية، نظرا لأن الدبلوماسية والتوجهات السياسية التي تنتهجها كل من دولتي العراق وتونس هما متشابهتان، لا سيما في موضوع رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، في موضوع رفض الإملاءات والتدخل في الشأن الداخلي للبلدين، في موضوع الاستقلال الحقيقي والدور السيادي لكل البلدين ورفض الإملاءات إلى آخره. فبالتالي أن تونس قيس سعيد بعد 25 جويلية وما تلاها من إجراءات تقطع مع مرحلة سوداء، مع عشرية سوداء أساءت لتونس وأساءت للدبلوماسية التونسية، وبالتالي أعاد قيس سعيد لتونس دورها الريادي والحضاري. طيب جيد. دكتور أولا أشكرك على ما تفضلت به الصحيح والحضاري. أشكرك على ما تفضلت به بخصوص العراق، وأؤكد لك أن العراق شعبا وحكومة يسعى لتعزيز ولتوطيد العلاقات مع تونس الشقيقة. أنا أسألك، كيف ترى تونس فرص التعاون المستقبلي مع العراق في مجالات عدة مثل الثقافة، الاقتصاد وحتى التعليم؟ العلاقات بين تونس والعراق ليست علاقات شكلية أو ظرفية، بل هي علاقات ممتدة في الزمان والمكان، فتعود إلى بدايات استقلال البلدين، وقد نال استقلالهما من أوائل الدول العربية التي نالت استقلال، وقد جمعت البلدين علاقات وطيدة خاصة على مستوى التعاون الرسمي بل والشعبي، فهناك تعاون ثقافي وتعاون تعليمي وأيضا تنسيق سياسي في مراحل معينة. صحيح أن هذه العلاقة جمدت لعقدين تقريبا بسبب ما مرت به العراق من مؤامرات، وأيضا بسبب عرقلة والدور الريادي لتونس بالمنطقة من خلال عشرية سوداء جاءت فيها سلطة سياسية لا تعبر عن إرادة شعبية حقيقية في إقامة علاقات أخوية مع الجيران وعلى امتدادات العرب العربي والإسلامي. هنا نشهد
أن هناك توجهات حقيقية في القيادة السياسية للبلدين، ونشير إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أعاد للدبلوماسية التونسية عمقها العربي والمشرقي، فجاءت رسالة إذن زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال حضور لجنازة توديع الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، وكانت قبلها زيارة إلى الصين لحضور مؤتمر عربي صيني إفريقي، وكانت هناك أيضا زيارة إلى الصين في هذا الجو الجديد الذي خرطت فيه تونس في علاقة في إطار علاقات جنوب جنوب. أصلحت إذن ما ران على الدبلوماسية التونسية من انحرافات، وبالتالي عاد قطار الدبلوماسية التونسية إلى عمقها العربي والمشرقي في إطار سياسة توازن وبعيدة عن المحاور والإملاءات. جيد دكتور، إذا تسمح لي دكتور طارق أعود لحضرتك. العراق اليوم يختلف عن العراق ما قبل عام أو عدة أعوام، كيف يمكن أن نستثمر هذا التطور والاستقرار الأمني وربما حتى الاقتصادي وتوسيع العلاقات؟ ماذا يجب على السيد رئيس الوزراء أن يذهب في أي اتجاه لتوسيع العلاقات حتى تنعكس إيجابيا على الوضع الداخلي العراقي في مجال الاقتصاد والاستثمار والبنى التحتية والكثير من المجالات؟ واحدة من أهم الاشتراطات هو البقاء في سياسة الحياد. حقيقة واحدة من أهم الاشتراطات التي ساهمت في نجاح الدبلوماسية العراقية هو عملية عدم الدخول في محور من المحاور. العراق لغاية هذه اللحظة لم يكن محورا ضمن هذه المحاور، لا سيما المحاور المتصارعة، ولذلك نجد أنه العراق وسيط مرحب به وساهم مساهمة جادة وفاعلة في عملية التقريب ما بين السعودية وإيران، وساهم مساهمة جادة أيضا في حل الأزمة السورية وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وكذلك ساهم أيضا بطريقة غير مباشرة في تخفيف حدة الصراع بين الحوثيين والسعودية. ولذلك أعتقد أن العراق أيضا هو مقبل على وساطات مستقبلية بفعل سياسة الحيادة التي يمتلكها. وجود سياسة الحيادة التي يمتلكها العراق تمكنه أن يكون مقبول من قبل جميع الأطراف، ولذلك نجد أن العراق ممكن أن يدخل وسيطا لتقريب وجهات النظر بين مصر وإيران مثلا. العراق ممكن أن يكون وسيط وممكن أن يدخل على خط الأزمة وحل أزمة اللبنانية، باعتبار لبنان تعيش في أزمة وهناك شبه مقاطعة عربية مع لبنان. العراق مهيئ أن يكون وسيطا مرحب به، غير من الوساطات التي قد تساهم في تهدئة. جميع البلدان بدأت تدرك جيدا أن العراق مهم ومؤثر ويساهم في الاستقرار المنطقة. فيما سبق لم يمتلك العراق بسبب الظروف الأمنية الظروف السياسية لم يمتلك زمام المبادرة في عملية تحقيق الاستقرار أو يكون له صوت أو يكون له حضور في المحافل الدولية. اليوم العراق واضح في جميع المحافل الدولية، المؤتمرات التي حدثت لا سيما القمم، نتذكر جيدا المؤتمر الصيني اللي حدث في المملكة العربية السعودية كان العراق حاضر. فيما يتعلق بجميع المحافل العراق له حضور، وجميع البلدان بدأت تدرك جيدا أن العراق ممكن أن يساهم في الحل. حتى الولايات المتحدة الأمريكية قبل مدة عندما يعني تم الاتصال بسيد رئيس الوزراء من خلال محاولة الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون العراق طرفا في التهدئة وعدم توسعه الصراع في غزة، هذا أن يدل على شيء، يدل على أن جميع البلدان على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي بدأت تدرك جيدا أن العراق مهم ومؤثر. هذا بفعالية العراق تحدثنا وأهميته في المنطقة، أيضا نتحدث عن الاستقرار اللي وصل للعراق بالتضحيات الكثيرة من العراقيين اللي قدمت. شلون نقدر اليوم أنه نستثمر هذه التضحيات حتى تنعكس إيجابا على الداخل العراقي؟ اليوم الوضع مستقر، نقدر مفروض العراق يستقطب كبريات الشركات للاستثمار وفتح آفاق جديدة للشارع العراقي. صح، فعلا ما تفضلت به مسألة في غاية الأهمية. جميع ما نتمتع به من استقرار سياسي أمني هو بفضل التضحيات وبفضل دماء الشهداء، وأعتقد أن هذا الاستقرار الذي حدث اليوم هو مؤشر مهم لأن العراق تغير، ليس عراق 2003 أو ليس عراق 2006، العراق اليوم 2024 يعني لديه ممكن يعني إمكانيات اقتصادية مهمة، ولذلك جميع البلدان تسعى إلى تطوير هذا يعني هذا التبادل التجاري. على سبيل المثال الحصر، مصر مثلا نسبة التبادل التجاري ما يقارب 500 مليون دولار، هي تطمح في زيادة هذا العدد. مثلا الصادرات من الأغذية المصرية من الأغذية للعراق بحدود 175 مليون دولار تقريبي، هذا في حد ذاته يدل على أن التبادل التجاري ما بين هذه البلدان هو في تزايد مستمر. العراق بلد استهلاكي بالإمكان جميع الشركات أن تعمل به. فضلا عن ذلك أعتقد
أن بالوقت الحاضر المشاريع الكبيرة والواعدة هي تحتاج إلى جميع الجهود على مستوى الخبرات، سواء كانت الخبرات المصرية الخبرات التونسية. إضافة إلى ذلك بالذات الشركات المصرية في الآونة الأخيرة قد نالت استحسان السيد رئيس الوزراء بالذات في بعض يعني بعض المجسرات التي يعني أعلن عن إنجازها في أوقات قياسية. هذا في حد ذاته يعني يجعل من العراق يعني ممكن أن يزيد من استثمارات مصر في داخل العراق. وأعتقد أن يعني المشاريع الكبيرة تحتاج إلى تضافر الجهود، ولكن عملية تنوع مصادر التعامل التجاري مع البلدان بشكل عام وعدم الاحتكار على دولة معينة بحد ذاته يمكن العراق أن يخلق فرص تنافسية ما بين هذه البلدان وما بين هذه الشركات. نعم دكتور فوزي، أعود لحضرتك اليوم، كيف تنظر الدول العربية وخاصة تونس إلى العراق بعد الاستقرار الذي تحقق الآن؟ وأيضا نتحدث عن الدور التونسي برفع تأشيرة الدخول للعراقيين، ومن المؤمل أن تأتي خطوات كثيرة. أيضا نتحدث عن 20 مذكرة واتفاقية حدثت وتم توقيعها خلال زيارة السيد رئيس الوزراء العراقي إلى تونس. أيضا حدثني عن أبرز وأهم هذه الاتفاقيات، تفضل. في لا يمكن التذكير بما يحمله الشارع التونسي من محبة وتقدير للعراق ولدور العراق التاريخي، وهذه العلاقات الضاربة في القدم بين البلدين والشعبين. فهذه الزيارة المباركة لاقت ترحابا رسميا وشعبيا منقطع النظير، وانكفأت العديد من وسائل الإعلام ووسائل الاتصال إلى الحديث عن ما تمثله هذه الزيارة من فرصة لبناء البناء عليها واعتبارها مقدمة أساسية تمثل فرصة تلعب من خلالها كل من تونس والعراق دورا رئيسيا لتقديم نموذج في إطار علاقات العربية البينية الثنائية الإيجابية والناجحة. تحمل الذاكرة إذن الرسمية والشعبية كل إيجابية عن دور العراق، لا سيما العراق في مرحلة تصفية جيوب الإرهاب وإعادة الأمن والأمان للمنطقة بأسرها. فنحن في تونس نرفع التحايا والسلام العطر لما قدمه الشعب العراقي دفاعا عن كرامة الأمة العربية وعن وحدة الأراضي العربية ضد هذه التغمة التكفيرية الإرهابية الحاقدة. إذن ووضع حد لفتنة أرادت أن تأخذ الأخضر واليابس. شكرا للعراق لأنه وأدى الفتنة واستأنف دوره الحضاري رغم ما كيد له من مؤامرات يعلمه القاسي والدالي. نعم. جاءت هذه الزيارات لسيما إلى تونس في إطار إعادة إحياء ما تم وأده من علاقات تاريخية كبيرة بين البلدين. إذن تم التوقيع على أكثر من بروتوكول ومن اتفاقيات تعاون فاق 18 اتفاقية، يعني تشمل كلها ذات جوانب اقتصادية استراتيجية مهمة، أبرزها قطاع النفط وإمكانية تكرير النفط في تونس وبالتالي نقله إلى أوروبا وإلى العمق الإفريقي، لا سيما أن تونس هي استراتيجيا هي في قلب منطقة شمال إفريقيا وتبعد على أقرب نقطة إلى إيطاليا حوالي 120 كيلومتر، أقرب جزيرة إيطالية هي 120 كيلومتر، وبالتالي نحن قريبين من جنوب أوروبا ونمثل أيضا امتدادا ساحليا على أكثر من 1400 كيلومتر هي سواحل تونسية وفيها موانئ استراتيجية يمكن أن تمثل فرصة لإقامة تعاون حقيقي في مجال صناعة البترولية وتصديرها شمالا وجنوبا. كذلك فإن هناك فرص واعدة في البنى التحتية في العراق، ولا سيما أن تونس تملك خبرة طويلة في بناء المنشآت الطرقات السيارة. إذن هل من الممكن أن نشهد استثمارا وتوجه لدعم الاستثمار في العراق؟ تونس لديها تجربة رائدة لا سيما في الدول الإفريقية،
ويضاف إلى ذلك العلاقات الثقافية والتعليمية والسياحة الثقافية والسياحة الدينية وسياحة المؤتمرات. ويمكن أيضا العمل حتى تتحول إذا هذا الخط المباشر الذي أعلن الأسبوعي الذي أعلن عنه بين بغداد وتونس وهو خط مباشر تؤمنه الخطوط العراقية يمكن أن يتحول إلى أيضا إلى رابط أساسي لتبادل الوفود والمستثمرين والزيارات البينية المنتظرة. إذا تسمح لي وباختصار شديد، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه تونس في دعم العراق على المستوى الإقليمي والدولي؟ أنتم تعلمون أن الدبلوماسية التونسية اليوم هي دبلوماسية خارج دائرة التحالف. نعم. وهي دبلوماسية تدافع عن القرار الوطني والسيادة الوطنية وأن تكون المرجعية هي مرجعية وطنية، وهو ما أعلنه الرئيس حينما أعلن بعظمة لسانه أننا في مرحلة تحرر وطني، وأن ما مر على تونس من عشرية سوداء أعاقت علاقتها وقرارها السيادي، نحن اليوم في إطار البناء الحقيقي لقرار وطني سيادي، فكانت الامتداد العلاقات في إطار جنوب جنوب وفي إطار تعميق العلاقات مع العرب العربي وإفريقيا والصين وروسيا الدول البريكس، إنما هو مؤشرات على أن تونس يمكن أن تساعد في بناء عالم جديد خال من التوترات ومن التحالفات، وأن تكون المداخل الاقتصادية والمنفعة المتبادلة للشعوب هي قاعدة ربحية ناجعة تؤمن الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية السياسية. ثم أن تونس بحكم علاقاتها الجيدة مع جيرانها في منطقة شمال إفريقيا وعمقها الإفريقي وكذلك علاقتها المتميزة مع دول جنوب أوروبا، بإمكان إذا تونس أن تلعب على المستوى السياسي والدبلوماسي الكثير في خدمة العراق وفي التكامل بين الموقفين، لا سيما أن المواقف السياسية المصرح بها تخفض لدى الدبلوماسيتين هما مواقف متناغمة بل متكاملة من حيث رفض العدوان على غزة وإدانة العدوان الصهيوني. نعم. والدعوة إلى محاكمته ورفض كل أشكال التطبيع، وبالتالي فإن مواقف البلدين الخارجية ومن المسألة الفلسطينية ومن قضايا التحرر ومن العلاقات البينية بين في العالمين العربي والإسلامي هي مواقف متشابهة بل ومتكاملة، ونحن ننتظر أن تتطور هذه العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى استراتيجي قادر على ضمان استمراريتها وتعميقها وإدامتها. جيد دكتور. دكتور طارق، أعود لحضرتك، البعض يراها زيارات بروتوكولية فقط، أسألك ما أهمية فتح آفاق وعلاقات جديدة مع الدول العربية؟ اليوم نتحدث عن تونس التي لم يزورها أي رئيس وزراء عراقي من 2003 إلى الآن. صح، حضرتك أشرت إلى إيجابية أنه هذه الزيارة لم يكن هناك أي رئيس سابق زار تونس، ولكن أيضا هناك إيجابية أخرى تحسب لزيارات السيد السوداني أنها مدعومة شعبيا ومدعومة سياسيا. فيما سبق رؤساء الوزراء عندما يزورون هذه الدولة أو تلك نجد أن مجلس النواب ينشطر ويختلف حول هذه الزيارة بين مؤيد وبين رافض وبين متحفظ. هذه من أهم النقاط. هذه من أهم النقاط التي يعني أعطت دعما لهذه الزيارة، وأعتقد فيما سبق كان أيضا حتى على مستوى الشارع والجمهور. نعم. في بعض الزيارات لرئيس ورؤساء الوزراء السابقين عندما يزورون دولة معينة نجد هناك تحرك هناك تظاهرات رافضة لزيارة هذه الدولة أو تلك. في حين نجد في إطار هذه الزيارات ليس من باب المجاملة وإنما من باب التوصيف، هذه الزيارات الأخيرة السيد السوداني استطاع أن يحقق إجماعا سياسيا ابتداء جميع الكتل السياسية أما ممثلة ضمن الوفد أو تعرف جيدا طبيعة هذه الزيارة وما هي إيجابياتها للعراق. كذلك الحال فيما يتعلق بالكتل في مجلس النواب، جميع الكتل في مجلس النواب داعمة للسيد السوداني في هذه التوجهات باعتبار أن عملية الانفتاح على الدول الأخرى مسألة في غاية الأهمية ليس فقط على مستوى الدول العربية حتى على مستوى الدول العالم، باعتبار أن العراق لا يمكن له أن يكون له بصمة حقيقية دون وجود علاقات قوية ومتينة. نعم. أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق الزبيدي، أشكرك جزيل الشكر. وأيضا من تونس الباحث والأكاديمي دكتور فوزي العلاوي، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لكم.
إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني سيكون عن قضية سرقة القرن. ففي ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام المالي في العراق، جاءت قضية الأمانات الضريبية لتلقي بظلالها على الثقة في المؤسسات المالية والإدارية. إن هذه الحادثة لم تكن مجرد سرقة مالية، بل كانت ضربة لأسس الشفافية والمساءلة التي يعتمد عليها أي نظام مالي ناجح. من هنا تبرز الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية تضمن عدم التكرار، وبالتالي أصبح تداخل الاقتصاد مع التكنولوجيا ضرورة ملحة لتعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع التلاعب بالأموال العامة. إذن مشاهدينا، حديثنا في الملف الثاني سيكون مع الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر عبد الله. مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك دكتور. أسألك بداية، كيف أثرت قضية سرقة القرن على الثقة بالنظام المالي والاقتصادي في العراق، وأيضا على حتى الاستثمارات في العراق؟ لأن تعرف هذا الموضوع كان مرتبط ارتباط وثيق بأموال الشركات العاملة في العراق. فضل. نعم، بداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. النظام المالي هو أساس تبنى على أساسه الاقتصاديات. نعم. والاستثمارات. فكثير من المستثمرين وقبل أن يدخل السوق يبحث عن النظام المالي والآليات المتبعة. نعم. فإحنا طبعا للأسف النظام المالي المتبع في العراق هو نظام يعني يعتبر قديم، وقديم جدا، وخصوصا وان هناك العالم يتسارع بشكل متقدم جدا وسريع. واحنا بالمناسبه احنا اليوم رجعنا من خارج العراق. هسه اذا قديم وجيد ماكو مشكله، اي، لكن احكي لي شلون تشوف النظام المالي المتبع بالعراق؟ معقد؟ لان تعرف هذا من اهم الامور اللي تجذب المستثمر للعراق. نعم، احنا بالمناسبه هي احنا اليوم احنا رجعنا منك، فاحب انقل لكم بعض التجربه يعني عن التقدم التكنولوجي. التقدم التكنولوجي خصوصا بالنظام المالي تقدم سابقنا حاليا، اذا نقدر نقول 200 سنه يمكن قليله عليها. 200 سنه اي، في التقدم مو طبيعي يعني بالتكنولوجيا عموما. فمن شفنا تفاجئنا بده يتقدمون بسرعه، فإحنا يحتاج أنه نتقدم. بالمناسبة هذه طبعاً البطاقات اللي هسه معمول بها طبعاً هي ظاهرة هي جيدة وخطوة إيجابية، لكن إحنا نحتاج إلى نظام مالي رصين يصون الأموال العراق ويصين الخدمات. وأغلب دول العالم الأموال التي هي موجودة النقد الكاش مثل ما نسميها، هذه ما موجودة بالبيوت وتخزن وبكميات، هذه تعتبر أموال سوداء أو مصادرها غير معلومة، فيتعاملون وياها الجهات المعنية أنه يصادروها أو يحجزوها هي، ممكن هذه جاية مصادرها مصادر غير مشروعة، غسيل أموال، إرهاب وإلى آخره. فإحنا يحتاج أيضا نطبق مثل هذا النظام. الشعب العراقي ما عنده ثقافة التوديع في المصارف إلا القلة القليلة. وين المشكلة؟ المشكلة بالشعب وثقافته، المشكلة بالنظام المصرفي على مدى هاي السنوات اللي جزء اليوم الشارع يقول لك أنا ما عندي ثقة بالنظام المصرفي، على أي ساعة تروح فلوسي؟ شنو وين تشوف الخلل وشون نقدر نعالج هذا الخلل؟
هي احنا لازم ننطيهم يعني فرد معلومات تكون واضحة، ونفس الوقت هاي المعلومات تكون مصحوبة بتعليمات وعقوبات وتوجيهات حتى يمتثلون إلى النظام المالي الجديد. فمن خلال هذا النظام المالي الجديد راح يبين من أين لك هذا، هذه الأموال ممكن أنه تكون مثلا مصادر رشوة، مثلا موظف على فرضا هو موظف الراتب مالته خلينا نقول 3 ملايين وعنده بالبيت فرد فوق المليار، فراح يسألوه بالعراق مالنا لا 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 أكو موظفين معينين أكو عندهم مليارات. أنا أعرف شخص هو الراتب مالته 600,000 والسيارة مالته لكزس ب 125,000 دولار ماخذها، فأنت من تجي تقارن يعني هذا تبين. ولهذا السبب هو يعني من هذه المستفيدين الفئات ترفض مثل هذا الموضوع. تابع نائب مثلا مسؤول راتبه 5 ملايين وهو عنده مثلا عقارات بكذا مليار دولار بالعاصمة بغداد وكذا مليار دولار مثلا خارج العراق وغيره. أسألك أنه في حال تدخلت أو تم إدخال التكنولوجيا بالنظام المالي في العراق شنو راح يتغير؟ إحنا العراق يحتاج إلى مؤسسات تكون رصينة. إحنا إذا لاحظنا وأخذنا في مثل مؤسسة الراجح المصرفية بالسعودية وتأثيرها على تطوير الاقتصاد السعودي ودعم المشاريع، كذلك إذا أخذنا الأنظمة المالية للبنوك ودعمها للمستثمرين ودعمها للقطاعات المختلفة، فمثلا قطاع البناء مثلا في دول معينة تكون النسب مالته 1%، 1% هذه طبعا تشجع المستثمر على شراء العقار وتشجع المستثمر على بناء، وبالتالي راح الدول هذه تنبني، وكذلك المستفيدين راح يكونون يعني مستفيدين بشكل حقيقي من هذا الموضوع. فهذه طبعا تدعم كل المشاريع. احنا هسه اغلب المشاريع عندنا او كلها تحتاج الى اموال كاش. نعم. هذه الاموال الكاش ممكن تكون اموال ضخمه ما يقدر عليها، وممكن هو يمتلك جزء منها، لكنه احنا لما هذا يمتلك الجزء نشجعه على يدخل على هذا المشاريع، وبالتالي هذه المشروع راح يتم، راح يشغل فرص عمل، وراح يفيد يعني يفيد حتى المستثمر صاحب العقار، ويفيد العاملين به، ويفيد بالمنافسه بالنتيجه من يدخل وبالتطور، ويقدمون ما بيناتهم يتنافسون بالكلفة وبالنوعية وبغيرها. هذه بشكل عام راح يفيد البلد كاقتصاد. زين، هذا واضح. شنو اللي نحتاجه اليوم حتى نقدر نتقدم خطوات إلى الأمام بالنظام المالي والمصرفي؟ هناك أنظمة مالية ومصرفية رصينة ممكن أنه إحنا نشارك معها، تكون اتفاقات شراكة مع مصارف دولية سابقتنا بالمعرفة، هذه من جانب. ومن جانب آخر أنه المصارف اللي عندنا بعضها تتوحد، وهذه المصارف احنا أغلبها معتمدة على شراء وبيع العملة وما تقدم الفائدة للمستثمرين، فإحنا يحتاج أنه نقلل بيع العملة بالنسبة للمصارف. نعم. ونجد آلية أخرى حتى تتجه هذه المصارف اللي هي ما تخدم الناس إلى أنه إما تخدم الناس أو أنه تعطي الفرصة إلى مصارف أخرى تخدم المواطنين وتخدم المستثمرين، وإيجاد بالإضافة لهذه إيجاد قوانين أخرى تدعم المستثمر. المستثمر ما بحاجة أنه يأخذ 50 مليون أو 100 مليون، لأن هذا المبلغ طبعا يعتبر مبلغ بسيط بالنسبة إلى مشروع مثلا يريد قيمة 5 مليون أو 10 مليون دولار. زين، إضافة إلى نحتاج تقليل الروتين والبيروقراطية اللي هي دائما سبب مؤثر في إفشال المشاريع، ونفس الوقت نزيد نسبة الضريبة بحيث مثلا على المستورد حتى ندعم المنتج المحلي، بس ما نسويها ضريبة تكون ضريبة مانعة، لا مثلا بداية زيادة 10% وبعد سنة نزيد 10%، يعني نبدي بها كل سنة
نزيد مثلا نسبة 10% على المستورد حتى ندعم المنتج المحلي وإلى حدود مثلا 30%. يعني نوعا ما احنا راح نقدر نعاون بها المصنع المحلي، وكذلك مثل ما رفع قبل الاقتصاديين تايلر الأمريكي تايلر يقول دعه يعمل دعه يمر. فمثلا احنا عندنا مشاريع البيض والدواجن واللي هي كل دول العالم تعتمدها كاقتصاد محلي وفرص عمل محلية، احنا نستوردها من خارج العراق، في حين احنا نحتاج انه ننطي الفرصة لهذه المشاريع حتى اذا بالبداية ارتفعت الاسعار، لانه المشاريع بعدها في طور الانجاز والابتدائي يعني بعدها، لكنه نرفع عنها الضوابط الإدارية وغيرها ونتركها تعمل، خلي شوية يصير ضغط، خلي يستفادون المستثمرين بالبداية، لكن بالنتيجة راح يدخل مستفيدين آخرين، يعني مستثمرين يطمعون بالفائدة، وهذا المستثمرين راح ينافسون الآخرين، وهذه لأنه المواد مثلا البيض والدواجن وغيرها غير قابلة للتخزين لفترة. دكتور أسألك عن الاستثمارات الأجنبية في العراق، هل يعتبر العراق ساحة مناسبة أو جاذبة للاستثمار الأجنبي أو الخارجي في العراق؟ وأيضا هل يتم التعامل مع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بنفس الروتين الممل والطريقة التقليدية؟ العراق هو واقعا هو تعتبر بيئة واعدة جاذبة للاستثمارات، يعني إذا تجي تشوفه هو كل شيء يحتاج، لكنه نفس الوقت لما يدخل المستثمر الكل تتوجه عليه تحاول تستفيد من عنده وتضغط عليه باتجاهات مختلفة، وهذا السبب طبعا يجعل كثير من المستثمرين يهربون من العراق. فإحنا يحتاج أنه إيجاد آليات وقوانين تكون جاذبة للمستثمرين ليست طاردة. وإحنا الروتين اللي موجود عندنا روتين قديم، حاليا الروتين هو العمل 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، وجميع المعاملات تنجز وأنت في مكانك. نعم، الخبير الاقتصادي حيدر عبد الله أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لجنابك. إذن مشاهدينا ختام حصاد الليلة بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. السوداني يختتم زيارته الرسمية إلى مصر وتونس بعد سلسلة مباحثات موسعة في المجالات كافة. وزيرة المالية والبنك الدولي يؤكدان دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. شرطة كركوك تؤكد إسقاط الدفاع الجوي طائرة مسيرة دخلت أجواء المحافظة من جهة سيطرة تشمين دون وقوع خسائر بشرية ومادية. وزير الداخلية يوجه بدعم قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف بجميع احتياجاتها لإنجاح زيارة استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. التخطيط تحدد بداية الشهر المقبل موعدا لبدء عملية الترقيم والحصر للدور والمباني بمحافظات كافة استعدادا لإجراء التعداد السكاني. مشاهدينا حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.